الديمقراطية لشباب أسر سوريا أو مع القيادة العامة لقسم، تكون محورها الأمور الخدمية، الأمور الاجتماعية المتعلقة بالجهود اللي بذلها القائد عبد الله جلان لتحرير المكونات والانتماءات الضيقة سواء العرقية أو المذهبية وكل أنواع التعصب. نعطي الكلمة لرفيق جاهي. السلام عليكم. مثل ما قبل رفيق الصدمة المناسبة وحق الاجتماع ونقاءنا، بصراحة نريد بهذا الاجتماع نوضح بعض الأمور ويكون في حوار، يكون في مشاركة. احنا عم نحكي بموضوع مشروع اسمه مشروع الأمة الديمقراطية، ولكن مين صاحب المشروع كثير من الأحيان ما عم نحكي، وهذا غلط. أعطى 23 عام هو بالسجن، و 27 عام برات السجن ايضا من اجل هذا الموضوع، من اجل هذا الفكر. اذا 50 عام من مسيره كما لازم واجب علينا نرد له هذا الجهد. طبعا هذا اللي عم يشوف نفسه ضمن مشروع الامه الديمقراطيه، اللي ما يشوف نفسه ضمن مشروع الأمة الديمقراطية هو حر، ولكن أنا إذا أشوف نفسي ضمن مشروع الأمة الديمقراطية بكل شفافية صاحب مشروع الأمة الديمقراطية هو القائد عبد الله وجلال. فهذا المشروع اللي ما دام إحنا في شمال شرق سوريا عم نتبنى المشروع، فبدون شك لازم نتبنى صاحب المشروع، صاحب الفكر. لازم نعرف كثير من الأحيان الاجتماعات الكومينات المجالس من دروس، عم نعطي دروس بالأكاديميات. أنا عم أقول للحضور دائما أنه إحنا عم ننزل للشارع، عم نقول بنروح بالدم نفديك يا آكو. بما تكلمتم هو لمسناه على أرض الواقع، فالقائد عبد الله أوجلان هو قائد أممي، ولقد استفدنا واستفاد العالم والكرة الأرضية بأسرها من أفكار القائد عبد الله أوجلان، وهي تحرير العالم بأسره من براثن داعش وبراثن الإرهاب.